فأسألكم سؤال يا شيعة يا محبي صاحب العصر والزمن، أين إمامكم الآن إمام الحياة؟ كلنا على يقين بأنه غريب، هذا العام صاحب الزمان غريب فوق غربته، وحيد فوق وحدته. بنفسي أنت يا مولاي، وكأني بي ينادي شيعته في كل مكان. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ في كل عام عدة تجتمع في الحج في يوم عرفة، مع صاحب الزمان تقرأ دعاء عرفة، والبعض الآخر يجتمع عند الحسين. الله أكبر.